لم تكن هذه الفتاة تعلم أن الكاميرا تقوم بتصويرها. تتمكن كاميرا المراقبة من تصوير العديد من المواقف الغريبة والمضحكة التي تحدث مع الكثير من الأشخاص والحيوانات. ونحن هنا اليوم في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم بعضاً من هذه المواقف التي سوف تثير إعجابكم بكل تأكيد. قبل البدء لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل ما هو جديد. هل أنت مستعد؟ هيا بنا نبدأ. بسبب كمية الثلج الكبيرة على هذا الطريق لم يكن هذا الرجل قادراً على السيطرة على السيارة الخاصة به حتى بعد الضغط على الفرامل ما جعلها تتحرك بهذه الطريقة. لم يكن هذا الشاب قادراً على حمل هذه الشاشة بطريقة آمنة ما تسبب في سقوطها بهذه الطريقة المخيفة، ومن المعروف أن تكلفتها 4000 دولار. مشهد مخيف جداً لهذه السيارة التي لم يكن هذا السائق قادراً على السيطرة عليها، ما أدى إلى تصوير هذا المقطع المرعب. لحسن حظ هذا الكلب أنه سقط على هذه العوامة، ولهذا لم يتعرض إلى أي مشاكل خطيرة. هذا السائق المجنون نسي استخدام فرامل اليد، ما تسبب في هذا الحادث الخطير. رد فعل هذا الرجل كان غريباً للغاية، حتى أنه بعد التعرض لهذا الشيء لم يظهر عليه أي من مظاهر الغضب. هذه الفتاة التي كانت تقوم بتنظيف هذا المكان لم تكن تعلم أن كاميرا المراقبة تقوم بتصويرها. في هذا الحادث المضحك تعرضت العجلة الأمامية لهذه السيارة إلى الخروج عن المكان المحدد لها في مشهد مضحك للغاية. مشهد خطير جداً لهذه السيارة التي كانت تطير في الهواء بسبب عدم قدرة السائق على السيطرة عليها. لم يكن هذا الرجل يتوقع رد فعل هذا السلاح، مما تسبب في السقوط من يديه بهذه الطريقة. بسبب هذا الخطأ الذي قام به هذا الشاب، تعرضت كل هذه العبوات إلى السقوط على الأرض. عند النظر إلى هذا الفيديو، سوف تتأكد من الخطورة التي من الممكن أن يتعرض لها أي شخص لو قام بالجلوس بالقرب من الأشجار وبركة المياه في أي يوم يوجد فيه عاصفة رعدية خطيرة. لحسن حظ سائق هذه السيارة أنه استطاع السيطرة عليها، وإلا كان قد تعرض لحادث خطير جداً. كان يحاول هذا الرجل الحصول على بعض من المتعة في وقت العمل، ولكنه تسبب في دمار هذا الجزء بطريقة غريبة جداً. هذا ما حدث مع هذا الشاب وصديقه من أجل محاولة أن يتسابق واحد فيهما على الآخر في دفع فاتورة هذا الطعام. لم يتمكن هذا الرجل والعامل الآخر الموجود معه من توصيل هذه الطلبات بصورة سليمة، ما أدى إلى سقوطها من على هذه الشاحنة في مشهد خطير جداً. من المؤكد أن سائق هذا الترام لم يكن قادراً على السيطرة عليه، ما تسبب في حدوث هذا الحادث الخطير. تعرضت هذه القطة إلى السقوط من فوق السقف الخاص بهذا المكتب، وتم تصوير هذا الفيديو على الكاميرا بطريقة مضحكة جداً. كان يحاول هذا الرجل إنزال هذا البرميل بطريقة آمنة، ولكنه تعرض إلى التلف في النهاية. بعد رؤية هذا الفيديو وانتشاره، انقسم الناس إلى فريقين. أحدهم قرر أنه لن يقوم بشراء كلب، والآخر هز رأسه بالحزن، ما يؤكد على أنه لديه كلب وتعرض إلى مثل هذه المواقف. من المؤكد أن هذا الرجل كان قادراً على تدريب الكلاب بطريقة رائعة جداً حتى يتمكن من استلام الطلبات بهذه الطريقة. ما قامت به هذه العاملة في هذا المتجر يؤكد على أنها تشعر بالملل والتعب الشديد. بسبب ما قامت به هذه الطفلة تعرض هذا الجهاز إلى الدمار. من المؤكد أن هذا الدب كان يرغب في الحصول على قسط كبير من المتعة والراحة، ولهذا لا يجب على الشخص غير المتخصص القيام بحمل هذه الأشياء بمفرده. كانت تحاول هذه المرأة استخدام هذا السلم من أجل التخلص من الزينة الخاصة بحفل عيد الميلاد المجيد، ولكنها في النهاية دمرت هذه الزينة بالكامل كما هو واضح في هذا المقطع. لو كان المنزل الخاص بك فيه حمام سباحة، لا يجب عليك الخروج في الظلام دون أن يكون معك كشاف كهربائي حتى تتمكن من رؤيته وعدم التعرض إلى مثل هذه المواقف.
مشهد رائع جدا لهذا العدد الهائل من الطيور التي كانت تطير وتهاجر مع بعضها البعض بالقرب من هذا المنزل. تعرضت هذه الجدة إلى مشهد محرج جدا بعد أن ابتعد عنها هذا الطفل بدلا من احتضانها. لهذا يجب على أي شخص دائما سحب فرامل اليد قبل النزول من السيارة حتى لا يتعرض إلى مثل هذه المواقف الخطيرة. كان يحاول هذا الشاب الجلوس والحصول على بعض من الراحة، ولكن في النهاية تسبب في هذا الشيء الذي جعله يشعر بإحراج شديد جدا. يؤكد هذا الفيديو على أن الكثير من الحيوانات تكره الزجاج، وذلك بسبب أنها لا تستطيع التفرقة بينه وبين الحقيقة، مما يعني أنها تتعرض في النهاية إلى مثل هذه الحوادث. تم التقاط هذا الفيديو في ولاية ألاسكا، وهو يؤكد على المخاطر الكبيرة التي من الممكن أن يتعرض لها أي شخص يعيش داخل هذه الولاية. سوف يشعر صاحب هذه السيارة بالكثير من الحزن بعد مشاهدة هذا الفيديو، خاصة أن هذا الإطار تحرك بسرعة كبيرة جدا تجاه هذه السيارة حتى اصطدم بها. لو كنت ترى الأشياء الخاصة بك في المنزل تتغير أماكنها دون معرفة السبب، حاول مراجعة كاميرا المراقبة، ومن الممكن أن تكتشف مجموعة من الحيوانات التي تقوم بعمل هذا الشيء. كان يجب على هذا الشاب الاستعانة بأي شخص آخر حتى يتمكن من تقديم المساعدة له. هذا الطائر كان ينتظر اللحظة المناسبة التي فيها يتم فتح هذا الباب كي يتمكن من الخروج، ولهذا اصطدم في وجه هذه المرأة، ما جعلها تشعر بالخوف بدرجة كبيرة. في هذا المشهد المحرج تعرض هذا الشاب إلى السقوط وهو يجلس على الكرسي بعد أن كان يحاول الحصول على بعض من الراحة، ومن المؤكد أن الكثير من الناس يتعرضون إلى مثل هذه المواقف كل يوم. تصرف غريب جدا لهذا الرجل في هذا المتجر أمام كل المشاهدين، ولكن هذا الشيء يؤكد على أن هذا الرجل يرغب في العمل في السيرك. مشهد مضحك جدا لهذه الفتاة التي كانت تحاول الحصول على هذه السمكة، لكنها قامت بالقفز منها على الأرض وكانت تواجه صعوبة كبيرة جدا في مسكها مرة أخرى من جديد. مشهد مضحك جدا لهذا الصرصور الذي كان يقف على كاميرا المراقبة وكان يحجب عملية الرؤية، ما دفع هؤلاء الأشخاص إلى محاولة القضاء عليه. كانت تحاول هذه الفتاة الوقوف على هذا الكرسي حتى تتمكن من إبعاد هذه الكرتونة من فوق صندوق القمامة الكبير، لكن هذا الكرسي كان متحركا، ما جعله يلتف بطريقة دائرية في مشهد مضحك جدا. ما هو أكثر موقف نال إعجابك اليوم في هذا الفيديو؟ أخبرني في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. إلى اللقاء.